ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده لقمه كده على الماشي؟ الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه، ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش رايق الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو وسنتين؟ ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش رايقه. زوج حتى نجمه بحلق لي كتير، مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل يا جليطس. اتفضل اتفضل، بلاش السايب، خليها بزازة يا جليطس. كتر المزة يا جليطس، هاخدهم مزة ياما. اهلا وسهلا، انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم، وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة، حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا مرزوق، اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف فركبك ذنوب؟ ايه 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 عنك انت. حاسب حاسب يا مرزوق. خير خير. درعوا الخمر من عماهم، قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا قول عشاني. لا عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي.
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوريو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا رابعة. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجيش دول Thank you.
شكل غيره ما يغرق. هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العالم دي كانت تراقبين لك ليه؟ حرقت خمرت مش ريه. يا نهار ابيض ليه؟ وزع عليها البوليس خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا. قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. دام السبب كافي خليك تجي لي في ساعه زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعاده البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعاده البيه بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، ونقفت بيه دلوقتي يا سعادة البيه، أكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت، بكرة هبعت لك باكوين عشان خمر الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفاية؟ مين؟ أيوة يا حبيبتي أيوة. مش عارف أنام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي، يلا يا سيدي دلوقتي، اتفضل السعادة بقى، اتفضل طيب. وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طهاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهرك جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد واجرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا معرفش معرفش مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تزرنيش، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه امين. بقول لك ايه؟ مش عارفه انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا اتفضل يا سعاده البيه. شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زي ما المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل وبلاش قله ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو امال؟ اقل من كده ابقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. ايه هتغرقها يا رخرة؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم ايه دي امانة.
هي هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمي. باسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرك ده إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بالشغل اللي عنده من أمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتب الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنا. إيه؟ فيها إنا. العمل صح. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل لكم جوما. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري؟ لا لا بلاش شط، دي ملهلبة أوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. إيه يا معلمة؟ الشط خفيف. سجاير واجيلك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. بس خلص. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيدنا. ما تقف قوي وتتكلم عادي لما أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ أنا عملت لها حاجة؟ أنا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلك العيش يا ابن والدي. واللي عايز يقرأ يبقى يروح لقراجوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا نعمل لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دوبل. بس كتر الفلوس. بيقرق معاك الراجل مش كده. ماشي يا اسطى. دليا. نعملها معاك. هتقول فين القهوه يا من عينيا يا ست كل. ها سليمة الحمد لله. أنا عارف بيجوا كده إيه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكريننا فراخ. مين الحمار ده؟ ده الكينج يا سيدي. كينج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. إلهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. تشكرة حلو. ما قلتليش إيه رأيك؟ صعب صعب. أنا مش بتكلم على الكشري ولا أنا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يابا؟ دي بنت بنود. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العداد. ازاي الحاج مش جاهز؟ يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال يا مين؟ الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. اوه يلا يا عم ما تجيبش ثمانية. يلا يابا. ونص. يا عم انت بتتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا. 15 حلو. يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت الحل معايا يا جدع. خلاص بقى. ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ على البركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي منسجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منك. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلو يا حاج. خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجع كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح يا ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق؟ هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باك اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صل على النبي. اسم المشتري؟ الحاج علي ابو السيد ابن الحاج علي. حاج علي ابو السيد ابن الحاج علي.
بطاقه شخصيه ولا عقليه؟ شخصيه. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقه طالعه من القصيرين. اه القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الاشول الشهير بسونه. نمرة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80-80. 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امضي يا اشول. امضي يا اشول. والنبي ابن حلال. امضي يا اشول. هنا يا اشول. لا شوال. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي. لا سلام. سلام يا صاحبي. وانت في السجن انا قلبتها الكندة، وبعدين كلهم حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شام. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي ولا انا. انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. ماله؟ ما هي حتة لحمة هنية تكفي 100. ولا يا اسفلاجي. يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش. ادينا سلام. ازيك يا اسفلاجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يالا، شوح اللحمة دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فتة. ماشي. شيل منابع يالا. بالعناية. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفتة. كبابي انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتاكلني لحمه راس؟ انا هاكلك احلى طبق كشري.
اقف طابور. اقف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه اللي بعد. ازاي؟ خد الاتنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصلي بصراحه شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك يالا. بركات. حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج. بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيه. بركات. وبعدين يا حاج. ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح يا بيه، انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تهمل شويه، اسكت. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده. ما انت يا انا اول مره اشوفه. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. ثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني 10 بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبيه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين يا بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. 7-1 يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيدي الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه، تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين، وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع الوسطى تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعادتك.
خدهم امين، يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السياره. ربنا يخليك لينا يا سعاده الباشا. يا بيه انت هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلام يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربيه مسروقه. ما قلنا لك مش مسروقه، عربيه مالهاش دوسيه. يعني انضحك علي؟ تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا، ودين الابخار عليا. صل على النبي يا ابني. صل على النبي. لا اله الا الله. وباله انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. تمام ده. تيجي شيال تعبان، ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري. اخد طاقتي. يلا. تعيش يا باشا. تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت هتحط في نافوخه جد؟ وانا عاد فيها نافوخه. انا خلاص، ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا، سيبه. الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو، انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينما متهربه واتدفنت وبعدين طلع. اما انا طلعت قفص بشكل. ها، وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له، لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني في حاجه؟ عايز حقي. لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله، شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايده يا باشا، ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده، لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو، وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حقي. نعم. ما تنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولا على صاحبي. الله، انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي. بس ينسف قبل المقطم. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك.
اه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بين الناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خليه. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليه. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عيني حالا نجيب الساعه. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم ارح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رايك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. يا قليل الأدب. من كتر الكسر اللي بتأكلهولي متهيألي إن معدتي تطلع لها جبة. طب حليلك بقك ببسبوسة. لا أنا عايز أحلي بعبرة لحمة. مالك يا بركوتة؟ مدلدل ليه؟ الباشا حسان يا سيدي. منبه على كل اصحاب العربيات محدش فيهم راكبنا عربيته. هو يعني كلامه ماشي على كل العالم دي؟ زي السيف ده الباشا يا صاحبي. وهتعمل ايه؟ مش عارف. ما تشوف لك شغلانه تانية. واعرف حاجه تانية غير السواقه؟ ده انا مولود في عربيه. هتعمل لي فيها سواق نص الليل؟ كل يوم انا مش ناقصك. العربيه دي بتاعت مين؟ بتاعتك العربيه دي؟ اه ليه؟ تبيعيها؟ لا. لا ليه؟ اصلا من ريحه المرحوم. جوزك؟ قال اللي ما يشوفش من الغربان يبقى اعمى. وهي لو كانت متجوزه ايه اللي هيوقفها في وسط السوق؟ تشاركينا فيها؟ انت باين عليك فايق. دي خرده هتعمل بيها ايه؟ لمسه واحده من ايدي اخليها لك عروسه. ليه؟ سحار؟ لا دكتور ميكانيك. بس دي يلزمها شغل كتير. الشغل علينا والسواق كمان علينا. قلت ايه؟ قالت بخ يا جاري اكلف يا سيدي. نقرا الفاتحه. ايه نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. ما بتقراش ليه؟ انت هتصلح وهو هيسوق وهي هتقبض. طب انا بقى هعمل ايه؟ دول 200 جنيه اللي اشتبلوه العربية. ماشي. مين دول؟ دول سماسرة الطريق. وال 200 جنيه اللي خدوهم دول؟ فردة؟ يعني. ليه؟ أنا دافع حاجة من جيبي، 100 من المزارع و100 من معلم بلاسي. كل حمولة ياخدوا المبلغ ده؟ كل عربية بطيخ تعدي لازم تدفع لهم. واللي ما يدفعش؟ ما يوصلش. على كده العالم دي تعمل لها 3-4 بواكي في اليوم. أرزاق يا صاحبي. دول بيكسبوا أكتر من تجار المخدرات. الواحدة 3:30 قرب قبل ما يخلص يا بندية. يلا 3:30.
ثلاثة ونص الواحدة يا بلاش، ثلاثة ونص الواحدة. ادي 100 حباية. شوال عمل لي رجالة ما تفرغ نقلة بتاع العربية، اجيب تمن نقل المعلم بلاش. قرب يا بلاش، الواحدة ثلاثة ونص، ادي 100 حباية. قرب الواحدة ثلاثة ونص، 100 حباية يا بلاش. قرب معلمين، الواحدة ثلاثة ونص، 100 حباية، وادي 200 حباية. الواحدة على ثلاثة ونص يا بلاش. قرب معلمين، ده كده كتير يا قلطة. والله انا عبد المأمور، عندكم صاحب المالك فاهمه معاه. حاجة بالعقل، لما تقع علينا البطيخة بثلاثة جنيه ونص هنبيعها للزبون بكام؟ ان شاء الله بمية. انت دافع حاجة من جيب ابوك؟ ده احنا طمعانين في كرمك يا معلم. ليه يا اخويا عدم المؤاخذة؟ فتح شؤون اجتماعية ولا الوفاء والامل يا روح امك؟ احنا عشمنا فيك يا معلم، تنزل السعر شوية عشان ناكل عيش. كل يا اخويا بس ما تحفش. ده احنا ما نصدق نلم اللي دفعناه، دي سبوبة تخسر ما تكسب. شوف يا حبيبي عدم المؤاخذة، اللي ما معهوش ما يلزموش. الكلام اخده عطا يا معلم. عدم المؤاخذة عايز ايه؟ تريحنا في السعر شوية يا معلم. ماشي. قلطة. نعم يا معلمي. شيل اليافطة دي قلطة وحط يافطة غيرها عشان خاطر الحباية. بكام يا معلم؟ الحباية بأربعة جنيه بالصلاة على النبي. ومشي المزيد. أربعة جنيه، أربعة جنيه لوكاسيون. بقول لك إيه؟ إيه؟ يا حمولة العربية كام بطيخة؟ 2000. ليه؟ 2000 في 4 ب 8000 جنيه مش كده؟ تمام يا صاحبي. يلا بينا. أربعة جنيه، أربعة جنيه، يلا لوكاسيون. ده نصيبك يا بطة، وده نصيبك يا زوكة، وده نصيبك. الفلوس دي مش هتتقسم. ليه بقى ان شاء الله؟ هنشغلها لحسابنا. حسابنا في ايه؟ في البطيخ. بس ده مش كارما يا زوكة. بتفهم في الطب؟ ها؟ ليه؟ عشان نفتح مستشفى ولادة. يا عم قول لنا هنجيب منين الرسمال؟ الفلوس اللي معانا بكام؟ دي ما تكفيش غير نعمل جرجير وكرات. ما كفتش ده بناخد بالتقسيط. طب مين بقى اللي هيضمن عند المزارعين؟ اسم الحاج رضوان. يطلع مين الحاج رضوان ده؟ ابويا. ما كانش يتعزي يا بنتي. ما انت عارف ان انا مستلي في 10 بواكي من البلاء سيه بضمان المحصول، وما اقدرش افرط في حبايه واحده. كان عشمك ربنا وفيك كبير يا حاج ابو نعيم. معلش. شوفي يا غالي يا بنت الغالي، انا حاطط حمولتين على جنب من ورا البلاقسي، خديهم. ربنا يخليك لينا يا ابو الحاج. ايوه بس دول مش كفايه يا حاج. معلش يا ابو الحاج، اصلهم شركاتي وعشمانين فيه. وماله بعد الغدي نقوم نمر على حبايبنا وجيراني ونشوف عندهم حموله ولا اتنين، واول مره تفوتي على النعايمي وعرب السد واجهور. هم كانوا حبايب المرحوم والدك ويتمنوا يخدموكي. ايوه بس بصراحه يا حاج الفلوس مقصره معانا شويه. يا ريت يا ابو الحاج تضمننا عندهم، وانا مستعديه اكتب لهم الكمبيالات. اقصى عليكي، مش عيب بنت الحاج رضوان تشتبني في ضهري وتقولي الكلام ده. ده والدك الله يرحمه كان كل زرعه يرمي 5-6 آلاف جنيه، لا يخلينا نكتب وصل ولا ياخد قرش واحد فايده. يلا يلا خش مع الحريم حضري لنا لقمه ناكلها. مصر في الطريق. يعني ايه بقى؟ ما تشغليش بالك. بركاته جاهز يا صاحبي. مع الماء ابيض بالصلاه على النبي. شخلي معيش يا خليل. ما تعطلناش يا بلدينا، شخلي لجيبك. جيبي مخروط. ده باين عليك جديد في الخط. جديد ولا قديم؟ احنا هنناسبه. اسمع بلدينا، هتدفع المعلوم هخليك تعدي. هو انا هعدي القناه عشان ادفع؟ الله، ده باين عليك غلباوي وكتير الكلام. فرج العربيه بالهداوه بس يا معلم. تعالى بس، عايز كام؟ 200 جنيه. تعالى لحدهم لك. تعال. معكش ولعه؟ معايا.
هيجيب العمده والغفر ويتكلم المركز. انا هجيب لهم الحكومه كلها. توبنا يا بلدينا. صلاح النوبه. عشان خاطر الست. طب شخلل. نعم. شخلل جيوبك عشان تعدي. ما هو. خوليو. قلبهم. طلع كل اللي معاهم. وعلى اقل من مهلك. معلم كده بيوتنا هتتخرب ومحلاتنا هتتقفل. ومدينا 100 بطيخه بساعه امبارح. يفتح الله. طب خليهم 50 يا معلم. الله انتوا هتقلبوا دماغي ليه؟ ما السوق قدامكم التجار كتير ولا مفيش غير يعني؟ هو في حد من التجار يقدر يكسر تسعيرتك يا سيدي المعلمين؟ جدع يالا. ولما انتوا عارفين كده بتضيعوا وقتكم وتوجعوا دماغي معاكم دي. ملناش بركه الا انت يا معلم. خلاص عدم المؤاخذه الحبايه بخمسه جنيه. ده كده كتير يا معلم. الزبون مش هيدفع ما دام الحكومه سعرته. خلاص يا حبيبي روح اشتري من الحكومه. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. يلا بينا يا علي. يلا بينا يا معلم. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعال يا بوس اديله 100 150 اديله 150 اديله 150 75 150 على طول. قول العربيه اللي بالسعاده اتنين ونص. قول لاخور جدع مين قلت ايه؟ 150 اتنين ونص. وتعالى وبص اتنين ونص. تعالى وبص اتنين ونص. وراك مراكوتا اتنين ونص. ماشي يا صاحبي. واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة 13 يلا يلا انت وهو من هنا. احنا واقفين في ملك الحكومة. هو احنا واقفين في ملك ابوك؟ ابوك؟ ابوك يا روح امك. بس يا جدع انت هو. ايه يا معلم بلاس؟ دول عيال مرازية عايزين يبيعوا في السوق ما معهمش ترخيص. ولو سبناها مفتوحة عدم المؤاخذة على البحري هتبقى سويق. معاكم ترخيص؟ ايوه يا بيه اهو. مين فيكم رضوان؟ ده ابويا سعادة البيه والبضاعة دي بتاعتي.
الترخيص سليم اهو يا معلم. امال ايه الحكايه؟ انا واقع في عرضك، انا في عرضك يا سعاده الباشا. احمينا من الراجل ده، اعمل معروف بقى. في ايه؟ اتكلم. عايزنا نبيع له عمولة العربيه عشان هو يبيعها في السوق السوداء. انا؟ ايوه انت. واحنا بصراحه مش عايزين نبيعها له. انا شفت بين رمي الجاده تبيه جتت يا ابني. الله عيني في الحكومه. في عرضك. في عرضك يا باشا. في عرضك يا سعاده الباشا. في عرضك. احترم نفسك. حوطوا العربيه لحد ما يخلصوا بيع، واي حد يتعرض لهم، اي حد، خدوا على النقطه. اه يا فندم. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. يلا كل واحد على حال سبيله. يلا يلا يلا. اتنين ونص وتعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. اتنين ونص تعالى بص. تعالى بص. طب اتنين وبس. اتنين وبس. ليه بقى يا صاحبي؟ يلا خلي الفقير ياكل. اتنين وبس. تعالى بص. اتنين وبس. جرى يا باشا؟ انت سبت كار العربيات ولا ايه؟ لا اله الا الله يا معلم. من ساب كاره اتقل مقداره. الله. امال عدم المؤاخذه بتحاربنا في رزقنا ليه؟ معقوله يا معلم؟ ده احنا بنكمل بعض. انت تبيع الفاكهه وانا اشيلها لك. الله. امال الواد اللي شغال عندك عرفنا في السوق ليه؟ واد مين يا معلم؟ اللي اسمه بركات. هو فين الكلب ده؟ اشوفه عشان اقطعه باسناني واشرب من دمه. ليه؟ عمل فيك ايه عدم المؤاخذة؟ ناسع مني عشر بواكي هو الواد صح. معقولة دي؟ حد يلسع من الباشا بريزة؟ وده اللي حصل لما برج من نافوخي حيشت. الله. يعني دي مش أول عملية يعملوها العيال دول؟ أكيد مسنودين. هيكون مسنودين من مين يعني؟ هيكون من غيره. قصدك الملك؟ انتوا جننتوا ولا ايه؟ الكينج لما يحب يلعب ما يلعبش بشويه عيال زي دول. امال عدم المؤاخذه سايبينهم طايحين في السوق ليه؟ نعم اخويا. وانت ازاي سايبهم بيلعبوا في السوق من غير ما تمنحهم ولا على الاقل حتى تدينا خبر؟ ايوه ما هو لا اله الا الله. ما قلت لك ان الملك ما يعرفش الولدين دول وكان لازم نديله خبر. وانت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلعوا مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ بالذمة مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. الله. ده احنا افتكرناهم من رجالة الكينج. المأشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاقسي؟ جبتك سعيد. مع السلامة. اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت سيادتك اللي حصل في السوق؟ اي خدمة. اهلا يا معلمين. افتحوا الطريق. مش لزوم يا معلم. هالشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لا اديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما وسعوا لنا من غير ما ندفعوا. ابص لقدام. باشا
حاسب يا خينا، حاسب يا مجنون. تفضل حاسب يا خينا. بركات تبص وراك. ده منه كمين. من عندي لابد تغسليه. طب ازاي؟ هي كبير. الرجال. حاضر يا معلم. رسائل Thank you.
تتهموا مين بحرق العربيه؟ ربنا هو المطلع يا سعاده الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعاده الباشا، مش كده بركات؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربيه؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصلي على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم. عربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب ما يلا بينا نشوف في ايه. Thank you.
السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. فأمرت ايه؟ ما اتاخد من مخازنك شحنه التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خرده في وكاله البلح، هي دي الرجوله يا رجاله؟ ما هو عدم المؤاخذه خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بنكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي اول غلطه يا كينج. كل نهايه ولها بدايه يا باشا. ما هو غور ملوش سعاده. امين؟ ايوه كينج. هات لي العيلين دول من تحت تقطيع الارض. سلام يا رجاله، ده انا جاي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمرت ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصله وكل عبده بدمعك. حلوه يا صاحبي. وراس ابويا اني غرضي مصلحتكم. خلصني جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوق له. ما يدخلش بذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. اخلص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ما تروحوش، ده مية من تحت تب. ده اللي قتل أبويا. قعد يتودد له لحد ما امن له، وراح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. Thank you.
مالك وقفت كده ليه؟ البيوت دي فيها ناس اكيد، بس مش زينا يا صاحبي. لا زينا، بس عرفوا السكه منين. اهلا وسهلا، جاست اون تايم. ايه يعني ميعادكم مظبوط، اتفضلوا. اهلا، هو مرزوق اللي قلت لك عليه. نار ابيض قشطه. اهلا حبيبي. ربنا يكرمك طول عمرك ذوق والله العظيم. جي افندم يا ملك، حضر لهم كاسين. حاضر. على فكره انتوا مديونيلي ليه؟ بالصلاه على النبي، احنا لسه شربنا حاجه؟ العربيتين بتوع الباشا حسان اللي سرقتوهم وبعتوهم خرده في وكاله البلح. انت بعت حاجه يا صاحبي؟ ومقام سيد الهلول انا لو كنت شفتهم كنت ادفعهم. ده غير البضاعه اللي سرقتوها من مخازن البلاسي قبل ما تحرقوه. الله، طب انت مالك ومالهم عمنا؟ بتاعتي. نعم يا اخويا. الله، انت سامع اللي انا سامعه يا بركوتة؟ انا مش فاهم حاجه. ولا لا صاحبي، الوكاله والاجنس والجراج والمخازن كل دول بتوعي انا، والفلوس فلوسي انا. على كده الباشا حسان والبلاسي دول فاترينا. بالظبط. عرفتوا بقى انكم مديونيلي؟ قوم بينا يابا، ده الداخل هنا مفقود والخارج مديون. استنى يا مرزوق، انا مش هاخد منك حاجه. انا هديكم. هتدينا ايه؟ الوكاله والاجنس والمخازن كل دول هيبقوا باسمكم. قصاد ايه؟ 10% من الربح عشانكم. والباقي؟ الباقي للكينج طبعا. اتفضلوا. انا بشرب مفتوح. وانا بشرب معسل. دي فرصه العمر. بالنسبه لمين يا شاب؟ ليكوا طبعا. ليه؟ حد يشتغل مع الكينج ويقول ليه؟ ليه؟ انا قلت اللي عندي، قولوا اللي عندكم. هما اللي قبلنا كانوا بياخدوا النسبه دي. ايوه. موافقين؟ النسبة دي ما تنفعناش. عايزين كام؟ 50-50. 20. 40. 30 آخر كلمة، والمهلة 5 ثواني. هات العقود عشان نمضيها دلوقتي. امسح العربية مسحة كويسة، أنا عايزها مراية تشوف فيها وشك. أيوة بركوتة، أنا الفلوس عندي جاهزة، أنت عملت إيه؟ المحامي جهز العقود ونقص على الإمضاء. تعدى عليا ولا عدى عليك؟ إيه؟ نتقابل هناك يا صاحبي. سلام. كفايه بصل برضه لحسن، تعبنا ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا بهوات، نسيت اصل اللي اتعود على ريحه الكولونيا تتعبه ريحه البصل. الله، ايه الكلام اللي ملوش طعم ده؟ عندك حق، ما هو اللي عيني عيني. وهو معقول نقل عليك انت يا بطل؟ واشمعنى يعني انا اللي حططهولي؟ لانك مننا وراسك براسك. جاب لي جاب يا بهوات. الله، امال احنا بنعمل ده عشان مين يعني؟ عشان نفسكم الجياش. وعشان انا؟ ايوه انت. انت ناسي انك انت شركتنا؟ بأمارة ايه؟ بأمارة الفتح والعربيه والعيش والملح اللي كان سوا. ولو انا لا يمكن افرغ في دم ابويا واحط ايدي في ايد اللي قتله. ومين قال لك بس انك هتشتغل مع الجيار؟ انت هتشتغل معانا، هنعمل شغل مع بعض. فين بقى يا اخويا؟ في الوكاله مكان البلاسي ولا في ال الام اف بي؟ ده هو صراصير ده يا مرزوق. لا، ده مكتب استيراد وتصدير. الام اول حرف من مرزوق، والاف اول حرف من فضل، والبي بركات. انا هبقى مشغول في الوكاله وانا في الاجانس. لذلك قررنا انك انت تبقى المديره. لا، ما ينفعش. هنعلمك.
ما بتعلمش. شغال الجمجمة. هبوظلك الدنيا. أنا ما انفعش. إيه يا كمان؟ مش فاهم. يا أختي. إيه؟ نرجع لك يا هول. طيب أنا حوري. ده مكتب بركات. وده مكتب زوكا. ده بقى مكتبك يا سيادة المديرة. لازم نحلم بالحاجة عشان نحققها بفلوس الجيار. كل مليم هتصرف على المكتب ده من شقانا وعرقنا. ويلا بقى عشان خلو هيعدي عليك يوديك عند الكوافير. ليه؟ هنروح فرح؟ لا، حفلة عند الجيار. عيد ميلاد جيجي سكرتيرته. أنا أدخل بيت الراجل اللي كان السبب في موت أبويا؟ ده لا يمكن أبدا. اللي عايز يحارب واحد لازم يعرف عنه كل حاجة عشان يعرف يضربه فين. كان على عيني.
الولايه الشروقه يا جدع، ده تموت فيها. اوعى تقربي ناحيه النار. حلو يا صاحبي، لذيذ يجنن. اديني تاني يا مرزوق بيه، برطشني. برطشك قوي قوي. وانا كمان. الله 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 يا عم. ايوه كده مش ماشي. ايدي ايديلو، ايدي ايديلو، ايدي ايديلو، ايدي ايديلو. افتكر كفايه كده، شربت كتير قوي يا صفيه. بس يا امو ما ضيعش البرتوشه من دماغي. برتوشه يا جدع عندي، خليها مبسوطه. عارف طول ما تعوز تخليها مبسوطه اديها برتوشه، اديها برتوشه اتنين، ما تزودش عن ثلاثه، انا اتبرطشك هي. ما تيجي تبرطش معانا. وقاحه وقله ادب. خدها برتوشه. شوف الحواري. حط برتوشه. اديله 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 اديله. الله يا حبي الله. العيال دول زودوها قوي يا كينج. خلي الناس تتبسط يا امي. احسن برضه عشان صحتك. ايه دي بيبي دول يا استاذ؟ لسه شوفك كنت لابساه. انت وقح بس لذيذ بجد لذيذ. تجيني ايه؟ اقول لك وتجيني ايه؟ اديك ايه؟ اديك عجوه. هاي المكسب هيبقى حوالي 100,000 جنيه. ايوه بس هنجيب 10 طن فراوله منين؟ هنجيبهم. هنجيبهم ازاي؟ بالعافيه؟ لا مش بالعافيه، بحاجه تانيه. ها قلت ايه يا شوقي؟ دول كلهم 10 تن عمري. خلاص مش عايزه. قلت لك مش عايزه يا شوقي، واعمل حسابك بقى تباك الليله دي عند امك. ايوه يا ستي حاضر حاضر. يعني اقول لمرزوق بيه ان طلبه جاهز؟ ايوه حاضر حاضر. مع السلامه بقى، عشان عندي اجتماع دلوقتي. ها مبسوط؟ حد يشوفك ويزعل؟ طب عمولتي فين بقى؟ عمولتك؟ عمولتك جاهزة. Thank you.
معروف. الله يعطيك. اهلا يا بركات، اتفضل. احسن اكون عطلت ولا حاجه؟ لا ابدا. مالك يا بركات؟ قال لي لا 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 مفيش. مفيش ازاي؟ ده انت من ساعه ما جيت وانت عمال تحرق. هتعملي فيها الشاب العفن؟ روحي اعملي حاجه اشربها. شاي، حاجه ساعه، يا نسوم الحلم حصى. بصراحه بقى مفيش غير بن. خلاص اعملي قهوه على الريحه. على الريحه ولا تطريقه؟ خليهم اتنين يا خولي. ماشي. اسف بركات، مالك؟ لا بس في مشكلة عند واحد صاحبي. مرزوق؟ لا لا لا، واحد صاحبي تاني. مين؟ بيحب. دي تبقى مشكلة؟ أصله مش عارف يقول اللي بيحبها ما بيحبها. ليه؟ ما بتسمعش؟ لا، ودانها سليمة وحلوة وطيبة وجدعة وبنت بلد وأي راجل يتمناها. طب ما تقول لها هي الكلام ده. أنا؟ لا، قصدي صاحبك. يعني لو أقول لها توافق؟ الست اللي تلاقي راجل يحبها وما تحطوش في عينيها وتغطيه برموشها تبقى عبيطة. يعني موافقة؟ احيانا. جرايا خل في ايه؟ مفيش. أنا بقول بقى نبدل القهوة ونجيب شربات. قلت ايه؟ حلو، جيت في وقتك يالا. عندي ليك خبر بمليون جنيه. أنا اللي عندي ليك أحلى خبر. إيه؟ يا رأيك يالا؟ حلوين قوي. ينفعوا الشبكة؟ ينفعوا، دول حتى كتير. ده أنا أبويا شبك أمي بقمع سكر. شبك أمك، مش شبك بطة. لو أنت هتشبك بطة؟ آه. يعني دونا عن بنات الخال ما لقيتش غير بطة؟ إيه مالها؟ في حاجة تتعيب؟ الشهادة لله ما فيهاش حاجة تتعين. امسك دي وتعالى ورايا. بلاش، بلاش يا كوتش. بلاش ليه؟ اسمع كلامي، بلاش المشوار ده من أساسه. أنت شارب حاجة قد ولا ضارب حاجة ولا عامل إيه؟ يلا. بطة مش ليك يا مرزوق. بطة ما بتحبكش. تقول إيه؟ بطة ما بتحبكش يا كوتش. أنا مفيش مرة ما بتحبنيش. إلا بطة، دي الحقيقة يا كوتش. بطة بتحب واحد تاني. بتحب مين؟ أنت بتحب مين؟ بتحب مين يا بركات؟ بركات؟ مفيش عليا دي مؤامرة. ده رابع عطا يبيع مني الشهر ده. مين الشركة اللي خدته؟ مين؟ الام اف بي؟ مين اصحابها دول؟ ايه؟ امين؟ هاتلي مرزوق وبركات حالا. تحت امرك يا كينج. مليون ونص دولار. ما انت عارف يا كينج ان احنا ما بنشتغلش في العمله. انا مش عايزكم تشتريهم لي، انتوا هتدفعهم لي. انت مزنوق فيهم للدرجه دي يا كينج؟ لا، ده حقي، مكسبي، نصيبي في عمليات التصدير اللي عملها مكتب الام اف بي. بس دول مالكش فيهم يا كينج. كده اهو بالبساطه دي. انتوا ناسيين انكم برافان باترينا بتشتغل لحسابي؟ طبعا يا كينج،
بس بالصلاه على النبي بقى، العمليه دي ما اتعملتش في البرافان ولا في فاترينا، ده مكسبنا احنا مش كده يا صاحبي؟ الله 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 الله، والله النمل يطلع لسنانه اهو. الله، وليه الغلط ده بقى؟ شوف يا عم، عشان لا تغلط فينا ولا نغلط فيك، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. يعني ايه؟ نفضها سير ونفض الشركه. امين، خد منهم مفاتيح الوكاله والاجانس. الله، هو انت ما قلتلوش يا بركوتا؟ ما انا نسيت يا صاحبي. ليه كده؟ مش احنا بعناهم يا كينج؟ بعتوهم لمين؟ الام اف بي طبعا. لسرقه، نصب، احتيال. عيب يا كينج، احنا ما بنسرقش. امال ده اسمه ايه؟ تشغيل جمجمه. ومحامي شاطر بقى كده. بس انا عايز افهمك حاجه، هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتحرق هنحرق، ومش برجالتنا، بايدينا. اما حته عشوه تجنن. ده احسن واحد بتاع لحمه راس في مصر. بس احنا طبقنا في الاكل جامد قوي يا كوتش. طب حس كده بقى لما تيجي نهضم. ماشي يا صاحبي. ماشي داي، انت ناسي ان ورانا شغل بكره. سامح بقى يا صاحبي، الحكومه امرت. تصبح على خير. كنت منال. بقى صاحبي، ما تيجي نهضم يا جدع. بلاش، احسن الحكومه تزعل. سلام يا صاحبي. مع السلامه يا بركات. سلام يا خوليو. مع الف سلامه. اطلع الطرب. ما تيجي نروح يا كوتش احسن. اطلع الطرب زي ما بقول لك. اطلع معاك يا كوتش. لا روح انت، بس عدى عليها بكره بدري.
الو، ايوه انا. بتقول ايه يا ابن الكلب؟ انت مين يا عمر؟ بطل ايه اللي جابك هنا؟ وجيت هنا ازاي؟ بطل بركوتة، انت شفت ايه اللي حصل؟ روح للكلب. مش فاهم حاجة، مش فاهمة بركوتة. فاهم؟ مش شرف فيك تفاهم يا كلب. بركات كله تمام يا ملك، ماشي يا كينج. فك دراعك. امسك يا ولد. شمر عزفت اللي جوه لساك عمال يعافر جوه. تاني انت اديته كم حقنه يا دكتور؟ دي التانية يا اخي، يا ريت تديله العلبه كلها وتخلصنا. لا لا لا، الماكس اللي فيها كتير وممكن يموته. يا ريت يا بيه، نبقى ارتحنا منه هو كمان يرتاح، بس مش ده اللي عايزه كينج. اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بركات خدني البركات. صفي كل حاجه. هو انا المحامي ولا انت المحامي؟ انا محضر لك كل الاوراق، مفيش شركه، انا حر يا اخي. انت شريكي بنصيبه ايه دي؟ على مين؟
على مهلك. وليك عين توريني وشك تاني؟ تهدي ما تستهدى بالله يا بني ادم انت وافهم منها الحكايه. ارخص انت هدي الكلب. لا ده انت باين عليك ناقص رباية بقى. وليو ما تستهان على طول لسانه. معلش انا هشرح له كل حاجه. هتشرحي لي ايه؟ واحده في حضن عشاها وفي سريره بتعملوا ايه يا بنت يا بنت الحسب والنسب؟ بركات فوق واعرف انت بتكلم مين. بكلم مين يعني؟ واحده سكاكيه من بتوع الشوارع. اخلص بره بره. انا همشي بس قبل ما اخرج عاوزك تفهم حاجه. انا عمري ما حد لمس مني شعره واحده لا رضا ولا خصمانيه. بره كلمنا. انا هنا فين مرزوق؟ راح في 60 داهيه. ثلاثة بالله العظيم لو حصل لمرزوق حاجه ما هيكفيني قصادها رقبتك. فكره شيطان يا امين. جات لك منين؟ تلميذك يا كينج. كلها حقنتين ثلاثة ويبقى مستني ميعاد الإبرة زي المجنون. بعد كده نرميه في السوق زي الكلب. مش عايز اسمي يتلط. متخافش يا كينج. كل شيء ماشي حسب القانون. عشان اللي يفكر بعد كده يقيم راسه في السوق يعرف إنه هيحصل له زي مرزوق. أنت بتخرج بتقول إيه؟ هي دي الحقيقة صدقني. الجيار حاول يفرق بينك وبين مرزوق. خطف فاطمة وبنجها وحطها في صغيره وبعد ما بعدك عنه استفرد بيه وخطفه. الحق صاحبك قبل ما يضيع.
مرزوق. مرزوق مرزوق، رد عليا يا صاحبي. مالك كوتش؟ كوتش شيل معايا كله. على مالك؟ على مالك؟ اسمع، مش من مصلحتكم ان الكينج يعرف. خلاص خلاص انا هتصرف. مين يا جيجي؟ مبروك يا ملك، مرزوق مات. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله قوي، احنا كنا فين وبقينا فين. دلوقتي يقدر يخرج وياكل اللي هو عايزه. تسلم ايدك يا بركوت. يا ريتك اتقطعت قبل ما تمد عليك يا صاحبي. ازاي يا جدع؟ ده انقذت حياتي مرتين. لا مش ممكن يا اساتذه، الاسعار دي ما عادتش تنفع. وما تنسوش ان انا لوحدي في السوق بس اللي هيقدر يورد لكم. بس يا جار بيه ارجوك ما تقطعنيش. مع العود العربين توصل كاش. الشركه اللي هتبعت شيكات مش هبص في طلباتها. مع السلامه. بس كده هنبيع سمك ومية يا كينج. دي سبقة العمر بالنسبة لي يا حلوة. يا كينج، يا كينج المزاد فاضل له اسبوعين اتنين، ممكن شركات تانية تخش تنافسنا. وفي الحالة دي بقى الشروط الجزائية ممكن تنسفنا نسف. مجنون مين اللي هيفكر يقف قصادي في السوق بعد اللي عملته في مرزوق يا امين؟ ما تنطق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتح المزاد على جناين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وبحضور كل من السيد وكيل وزارة الزراعة والسيد وكيل وزارة الإصلاح الزراعي والسيد مندوب وزارة الخزانة والسيد مندوب الرقابة الإدارية، وقد تحدد السعر المبدئي لفتح المزاد 500,000 جنيه. مين يزود؟ أمين. أيوة كينج. أنا مش قلت لك محدش يدخل المزاد ده؟ لا، ما انا مربط مع كل التجار ما حدش يزود عن السعر اللي سيادتك حددته وبعد كده كله ينسحب عشان المسائل تمشي قانونية. 501,000. حد هيزود؟ 502. 502. ايوه يا سادة. 504. 504. مين هيزود؟ 506. 506. ايوه يا اخوانا. مين يزود؟ 525,000. 525. حد هيزود؟ 525. ما حدش عايز يزود؟ 525. مليون. مليون. ايه ما بتسمعش؟ حضرتك دافع تأمين المزاد؟ يا افندي. باسم مين؟ باسم الحاج ابو نعيم. مليون ومئة ألف. ومئتين ألف. مليون وتلتمائة ألف. وخمسمائة ألف. 2 مليون. ونص. 3 مليون. ونص. 4 مليون. كينج معناش سيولة كافية. 6 مليون. يعني ايه حضرتك قلت كام؟ 6 مليون. 6 وجنبها 6 صفار. حضرتك عارف ان الدفع نقدي او بشيك مقبول الدفع؟ وفوري. خوليو خش. مليون. حد هيزود؟ 6 مليون. مبروك يا مرزوق. مبروك علينا كلنا. مش كتير المبلغ ده يا صاحبي؟ واحنا دافعين حاجه من جيب ابونا. امال مين اللي هيدفع؟
شغل الجمجمة. مش فاهمك يا صاحبي. الشركات هي اللي هتدفع عشان هي مضطرة لده. مبروك يا مرزوق. ألف مبروك يا ملك. مش دعوة مرزوق، أنا كنت سايق العربية بس، ده البلاسي والباشا هم اللي ضربوا النار، مش أنا، مش أنا، وبعدين أمين بيه هو اللي مسلط لي، أمين بيه هو اللي طلب مننا كتير، دي أوامر الملك، أنا في عرضك، أنا في عرضك يا مرزوق، أنا مش ريق يا مرزوق، أنا صعب، عد علي يدك يا مرزوق، بلاسي يا مرزوق، أنت عامل إيه؟ يا مرزوق حد علي يدك عشان ولادي يا مرزوق، حرام عليك. لا لا مرزوق لا لا مرزوق لا 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 Oh,
ريسك يا بلاقسي. تعالى يا باشا. زمان ما شفناش سوا، انما النهارده بقى يا حبيبتي. يوه ده وقته يا عالم. معلش يا حبيبي هزحلقه واجي لك جاي. هتعمل ايه؟ انا احذرك يا مرزوق، احذرك ده يبقى السبق اصرار وتلصد. مرزوق قانون العقوبه صريح جدا في الناحيه دي. الماده 132 بتقول مرزوق ايه؟ مرزوق ايه؟ لا
سلام يا صاحبي. سلام سلام يا صاحبي، سلام